عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزالات بلبل لهيبة الدينامايت لهيبة الموسم السادس اللاعب ماهر. نختبر كل الوضعيات اللي عند بلبل من ناحية الوضعيات في الدرايفر الأربع وضعيات أو وضعيات الدوران اليمينية واليسارية أو وضعيات الارتفاع والانخفاض. كل مقطع اليوم هو أول مقطع لاختبار قوة أنماط بلبل لهيبة الموسم السادس. خبرق وتطور لبلابل اللاعب ماهر. طبعا حل عمدات اليوم بلابل التيرم. هذا النزال راح يكون نمط اللهيب النمط اليساري المنخفض القادر على التحمل. الله ثلاثة يلا يا لهيب راح صفر ثلاثة نفس النمط ولكن تدوين يدوي. اوكي يا لهيب كفو الامتصاص خذ حطمه. يعني هو امتص الضربات كلها وزاد من سرعته وكمان باطئ الكلب ممكن الحين يفوز عليه. فاز بالتدوير اليدوي. هذا راح نغير نمط الدرايفر راح نخليه اوكي نخليه هجومي. يلا يلا هجومي نمط لسيف الطبق الهجومي نجاح المجدد تو معنا بول مرة ثقيل نمط الهجومي عنده سريع. ثانية نعيد الجولة. واو لهيب على الطرف ديم خلى جارح نطلب خلاه جارح والله كفو مو قاعد يعطيه اي فرصة للتحمل او تصد الضربات على الاقل. اول مرة اشوف الجارح كده مهزلة وفاز عليه والله من جد اخذ ضربات من كل حد وصوب. بالنمط الهجومي قدر يوقف صلابة دفاع الجارح. خلينا نشوف هل حيقدر يوقف صلابة تحمل خائر السحاب. والله ممكن يا جماعة خير سوية ترى هو تحمل ولا يفعل؟ لا تحمل. والله سواها كفو بس حيفوز عليه بقوة الدوران. ترى طائر السحاب مرة قوي وفاز عليه بقوة الدوران. النمط النمط المزدوج فحيصير يساري ومنخفض مزدوج وحنلعب ضد اخي الاخير النسخة العادية مهن محسنة او المطورة. يلا لهيب واو الضربات كل كل زي الضربات ما يتحطم اخيل ولا كليك شوفوا. هذه راح نختبر اللهيب وحنرم عليه بالبين خفاشة محطم ورمح اللولبي. اللهيب خفجت اللهيب واو خبج اللول خبج الحلبة تحط مخفاش لازم تحط مخفاش يا لهيب وين قوة الدينامايت. اوكي بس جا دور النمط الدفاعي هي جولة واحدة قنبل ارمي قنبل الثاني حيفوز نفس كان شجاع نسخة ثانية عليه شجاعين كلهم تربو كذير واحد خبج يلا حطمه قاعد يمتص ترى شجاع قاعد يمتص الدقون قاعد يمتص كان حيتوقف على الدوران لو يفوز. اوه كيف فاز اللهيب. وقت نغير نمط اللهيب خليناه نمط يميني وهجوم مرتفع حنبدا بالنمط بنمط الدرايفر الدفاعي. اللهيب والمميت اللهيب لما يكون يميني يكون هجومه اقوى بس لو كان يساري يكون قدرة على التحمل اعلى. قلت لكم هذه المعلومات كلها فاتحة دايما الضربات كلها دي وما تحطم. اوكي نمط ولكن واو القفزة السمندر بنفس الاطلاق اللهيب اللي انت حين يطلع تحمل من السمندر. خلي يفوز اللهيب لازم يفوز اصلا يا اخي اللهيب ضربات قوية اللهيب اليميني يعني ضرباته مرة قوية صوتها مرة عالي كمان حاد. طيب النمط ونخليه هجومي ضحية انهيار الفهد هجومي يميني اللهيب الثاني سيف الكاسر حيكون في ثلاثة بلايين طبعا يلا حطم اللي هي بيقدر حطم بس ما نعرف ليش حاس ان ضربات اللي هي ضعيفة ترى قصد ضعيفة من ناحية قدرة تحطيم البلابل يعني حس كده هو بول ما يدمر البلابل بس يفوز على مقود الدوران ويعطيهم ضربات قوية نوعا ما بس منها ما تعطي كليكات يعني صوت فقط. ونعيدها النمط النمط قادر على التحمل قادر على التحمل الدوران سريع ما شاء الله دام شو كنت خبجه بس كل سهولة مدمدم اللهيب دمسك
اللهيب القادم تحمل. خذ الجابح انتقم للجابح المتجدد. لا مستحيل. مستحيل هو صراحة بس قاعد تسويها تمام. تو مسخة مسخة زي هذا أو مهزلة. وهذا اللهيب قوة الدوران. جدود النمط ضد زوج ضد أخوه الكبير. أخوه النمط طيب إيش نقول له؟ المفروض اخوي المفروض انه داينامايت كم سافر اوريجن والله جلد يا جماعه الخير والله شوف اللهيب يبادل اختبار قوه ضد بلابل السوبر كينج ما ينفع بلابل تيربو احنا قلنا ممكن مقطع يطلع حلو كله بيرس فننزله كان قاعد يلعب بلابل تيربو ضد بلابل الجزء الاول بس والله بلابل تيربو صامده شوف هو الكليك حتى كمان لا اوكي عندك كليك واحد التنين الماء يلا نفس نفس الجوله يلا كليك واو هو المره يتحطم والله اللي هيك شاده قال رجع الحمد لله طبعا جدا لو فاز عليه لكم 10 دولار كي طبعا في جيف اويت مره كثير حتكون بمقطع 100000 طلعت دولار فاز تبغى شيء الحين غير النمط للنمط المرتفع فصار النمط اللي صار مرتفع المزدوج تكون تدويج يدو ضد الدق من في اي بول نقدر نرمي ابغى اطلع فرسه امتص امتص كفو بالنمط المرتفع صعب ايوه صعب صعب الضربات ضعيف نعم بلبل الدق الدق بل ايش سمعت انا المجنح ما حطم الذئب يعني كان نمط مرتفع مره ضعيف والله كفو الذئب التحمل الخرافي اللي فيه البلبل عند نقطة ضعف كبيرة ضد الذئب حتى بس كليك واحد النمط المرتفع لما تجمع باب كثير من الدينامايت بنسوي فيديو كامل بالنمط المرتفع كفو هذا بلبل مره قوي من التير بس هو ميت الروس حطها في الحاجات اللي نمط دفاع طبعا احسب اللي احسب اوف لو خسر يصير بس البول بالجيل الثالث ها؟ من هو؟ لا ما خلص تبقي قصدك؟ كيف هذا الهيب؟ هوب النمط عطوا الحلقة شحال من كلمة هي بالداينامايت دوران يمين النمط مرتفع هجومي لعب ضد جاب الفهد احنا نزلنا الشجاع كمان كم كيف ضربات حس الشجاع بتحصل هو اخذ ضربتين في البداية صراحة كانت مرة اوكي بس الحين قادر على التحمل خيل الناري خلينا نسوي شيء يلا خيل وهذا اللهيب اللهيب دحين مزدوج عندي ضربات ما تحطم ايش يبغى هذا حط شو قاعد هاجم هذا اللي هي وصلنا لاخر بلبل هو الشجاع هذا والله انها ختام زي السلام زي السلام والله ما اعرف اطلق صرت ما اعرف فبس هكذا عندنا لا تنسوا لايك شير وشير في الكومنتات ايش رايكم في بلبل اللهيب ايش اسمه؟ هيبة الدينامايت هيبة الدينامايت تحسي عبد القادر سماه او اللهيب النجمي ف طبعا فتحنا الفتحة انت ما قلت ما سمي اللهيب النجمي ايوه بس يعني اقول له في ناس يسموه اللهيب النجمي ايوه فتحنا امس في البداية طلع في علامة الهلال اكيد بس والله حياك الله وصلنا للختام شكرا على المشاهدة ومع السلامة القناة توثقت يا جماعة الخير يلا توثق
وقريبا سيوصل درع ال لسه ما طلبته قد قريبا ياخد شهرين اقول ما يوصل فلا مو قريب بعيدا جدا يعني في شروط عشان نقدر نطلب درع 100,000 وكذا خلاص قلنا خلينا نختم مع سلامة ايش تبغوا جيف اواي في الميت الحفلة الميت المشترك ولا ما تسأل شيء لا جيف اواي مستحيل نوزع بلابل لا مو بلابل بس جيف اواي ممكن نوزع بلابل